الخميس 13 من أبريل، عدد جديد من اقتصاد بلاس، أهلا بكم جميعا وتتابعون معنا اليوم. المبروك يؤكد تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، ومكافأة مالية لموظفي شركة الكهرباء بمناسبة عيد الفطر. واليوم نطلع على إجاباتكم في تطبيق رأيك بعد أن قدمنا لكم سؤال فحوى، هل تعتقد أن المنتجات الغذائية في السوق الليبي آمنة للاستهلاك؟ كل هذا وغيره في حلقة اليوم، مرحبا بكم جميعا. والبداية كالعادة تكون مع فريق صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار تلتحق بنا زميلان نسرين سليمان. نسرين مساء النور. مساء الخير وفاء، ونرحب بجميع المشاهدين الكرام. تحصلتم على مراسلة وزير النفط محمد عون إلى رئيس مؤسسة النفط فرحات بنقدارة بخصوص التفاوض مع الشركاء لتطوير الاكتشافات بحقل الحمادة، ماذا جاء في هذه المراسلة؟ بالفعل وفاء، تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة من وزير النفط محمد عون إلى رئيس مؤسسة النفط فرحات بنقدارة بخصوص التفاوض على تطوير قطعة ميم نون 7 ميم ألف. وطبعا قال وزير النفط أن يأتي ضمن سياسات الوزارة في شأن برامج التطوير لحقول النفط والغاز الإسراع في مباشرة تطوير أكبر حقول الغاز المستكشفة في بلادنا والمحتوية على احتياطات كبيرة جدا من الغاز ومنها حقل الحمادة. ومؤخرا اطلعت طبعا وزارة النفط والغاز على قرار صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يحمل رقم 131 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. أكلت لها مهمة التفاوض مع شركاء محتملين، حددهم القرار في ثلاث شركات. أول شركة هي شركة إيني شمال أفريقيا الإيطالية، وشركة مؤسسة أبو ظبي الوطنية للنفط الإماراتية، وشركة توتال للطاقة الفرنسية. طيب، أيضا تحصلتم على مراسلة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى المدراء العامون للمصارف، ماذا جاء فيها؟ بالفعل تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، وجهت إلى المدراء العامون للمصارف. تناولت طبعا المراسلة تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطاع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود 4% من قيمة الاعتمادات المستندية اللي قامت الشركة بتنفيذها خلال آخر سنة لدى المصرف دفعة واحدة أو على دفعات في شكل حوالات خارجية مباشرة بما فيها البطاقة الإلكترونية المسموح بإصدارها بموجب قانون رقم 10/2023 المشار إليه، وفقا طبعا لمجموعة من الشروط. أولها أن تكون الشركة صناعية، وثانيها أن يلتزم الموردين بتقديم الإفراجات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع. واضح. طيب، ختاما، فريق السيولة بالمصرف المركزية حدثكم عن أوضاع السيولة بفروع المصارف التجارية، قدمي لنا التفاصيل. بالفعل كالعادة، كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن أوضاع السيولة بفروع المصارف التجارية ممتازة ومتوفرة لزبائن المصارف وتصل إلى الفروع بشكل يومي. طبعا أضاف أن عملية نقل شحنات السيولة تستمر وفق للخطة الموضوعة خلال شهر رمضان المبارك عن طريق جسر جوي يومي لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية. طبعا وفق للفريق تم نقل قرابة 4 مليار دينار من مطار معتيقة لمطار بنينة بمدينة مغازي، وهذا ساعد طبعا بشكل كبير في احتواء أزمة السيولة واختفاء الطوابير أمام فروع المصارف. شكرا لك يا زميلة نسرين سليمان من صحيفة صدى الاقتصادية. نمر الآن إلى فقرة الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعنوان: مكافأة لموظفي شركة الكهرباء بمناسبة عيد الفطر. المبروك يؤكد تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية. وإنتاج النفط يتخطى 106 مليون برميل خلال 3 أشهر.
كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أعلنت الشركة العامة للكهرباء صرف مكافأة لموظفيها والمتعاونين بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك. وأفاد بيان الشركة أن رئيس مجلس إدارة الشركة دكتور محمد المشاي أصدر تعليماته بصرف مكافأة بقيمة 1000 دينار لكل موظف ومرتب شهري لموظفي العقود بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، وأيضا بمناسبة الجهود التي يبذلها الموظفون في سبيل تحسين أوضاع الشبكة والحفاظ على استقرارها. أكد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك أكد أن الوزارة أنجزت جميع الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لكل التابعين لوزارة الدفاع. جاء ذلك أو جاء تأكيد المبروك خلال اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة مساء أمس مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأيضا مدير إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة. في شأن النفطي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أعلنت عن تجاوز إنتاج النفط 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر الأولى من العام الجاري. تفاصيل أكثر حول حيثيات الموضوع تتابعونها في هذا التقرير. الذهب الأسود هو عمود الاقتصاد في ليبيا والمصدر الأساسي للمداخيل، وهو ما يفسر الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي. ورغم تسجيل إنتاج النفط لقفزة نوعية حيث تجاوز الإنتاج 106 مليون برميل خلال 3 أشهر الأولى من العام الجاري، إلا أن هذا القطاع لا يزال تحت خطر التراجع في أي وقت بالنظر لعدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد. هذا ما أكده مختصون الذين أكدوا بدورهم على أهمية الحفاظ على استقرار الإنتاج بما يضمن ديمومة العائدات النفطية التي تمثل نحو 95% من مداخيل الخزينة العامة. في سياق متصل، يواصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدار مساعيه لدعم سبل التعاون في مجال الطاقة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية من أجل المساهمة في زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز وضمان استقراره. يشار إلى أن الوطنية للنفط كانت قد انطلقت في تنفيذ برنامجها التطويري عبر إعادة فتح البئر الغازي الواقع على منصة صبرات البحرية بسعة إنتاجية بلغت حوالي 37 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، إلى جانب رفع معدلات الإنتاج بشركة سرت إلى أعتاب 90 ألف برميل يومياً. أظهر تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قفزة كبيرة في معدلات التخلف عن سداد الديون السيادية خلال 3 سنوات الماضية. ووفقا لتقرير الوكالة، فمنذ عام كورونا 2020 وحتى العام الجاري وقعت نحو 14 حالة تخلف حكومي عن سداد الديون السيادية مقارنة بفترة العقدين السابقين بين عامي 2000 و2019، والتي شهدت 19 حالة تخلف عن السداد في 13 دولة مختلفة. وجاء هذا النمو القياسي بدعم من ارتفاع مستويات الاقتراض السيادي، حيث ارتفع متوسط نسبة الدين الحكومي العام إلى ناتج المحلي الإجمالي إلى 48% مقارنة بنسبة تبلغ 31% في عام 2008، وذلك جراء سهولة الوصول إلى وسائل التمويل الدولية إلى جانب سيطرة الصين على سوق التمويل الدولي. على ذلك أوضح التقرير أن كل من لبنان وبيلاروسيا وغانا وسريلانكا هي الأخرى من أهم الدول التي تخلفت عن السداد، هذا إلى جانب الأرجنتين والإكوادور. وتعتبر روسيا في وضع مشابه للتخلف عن سداد الديون الحكومية بعدما حدت العقوبات الغربية الكريملين من الوصول إلى احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. كما أشار التقرير إلى أن حل مشكلة التأخر عن السداد في 2000 كان يستغرق 35 يوما في المتوسط مقابل 107 أيام منذ 2020. وشددت فيتش على أن بطء عملية إعادة الهيكلة يؤدي إلى تكاليف تمويلية أعلى. على صعيد الحلول، افترضت الوكالة
أن حل الأزمة قد يستغرق وقتا طويلا في ظل مطالبات بكين بسداد الديون التي أقرضتها للكثير من الدول، حيث أن الديون الأجنبية غير المسددة إلى حكومة بكين بلغت 2.63 تريليون دولار في نهاية يونيو الماضي، بذلك بانخفاض بلغ 3% عن الرقم المسجل في نهاية مارس الماضي. وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن الانخفاض المسجل في الديون الخارجية جاء نتيجة تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية مع وصول نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل لنسبة 46% في نهاية النصف الأول من العام الماضي، وذلك بانخفاض نقطة مئوية. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. تقوم الأجهزة المعنية بحماية الأمن الغذائي في ليبيا بدوريات مستمرة للكشف عن المخالفات التي يقوم بها عدد من الباعة والموزعين، والتي قد تسببت في حالات من الشك وانخفاض عامل الثقة لدى المواطن الليبي في جودة طبعا المنتج الغذائي الليبي. تطبيق رأيك طرح خلال شهر مارس الفارط سؤالا: هل تعتقد أن المنتجات الغذائية بجميع أنواعها في السوق الليبي آمنة للاستهلاك؟ تباينت إجابات المصوتين والذين بلغ عددهم 1478 مصوت، ولكن الغالبية وبنسبة 67% من المصوتين أجابوا بلا، أي أن المنتجات في السوق الليبية بجميع أنواعها غير آمنة للاستهلاك، فيما صوت 25% بلا أعلم، وصوت 8% بنعم. طبعا من بين المشاركين نجد أن 67% منهم هم من الذكور و 33% منهم أي البقية من الإناث. ونجد الفئة العمرية المشاركة في هذا الاستطلاع أقل من 18 سنة بنسبة 4.5%، بين 19 و25 سنة 28.5%، وبين 26 و44 سنة 50.5%، 45 و59 سنة 14.1%، والنسبة الأقل أكثر من 60 سنة ب 2.4%. نمر إلى أكثر المدن المشاركة طبعا في هذا الاستطلاع، نجد أن طرابلس بنسبة 14%، بنغازي 6%، سوق الجمعة 5%، حي الأندلس 4%، وعين زارة 4%، تاجورة 4%. وختاما نطلع على المستوى الدراسي للمشاركين في هذا الاستطلاع، نجد أن الفئة الدراسية الإعدادي 3.8%، أما الثانوي فقد بلغ 19.3%، وطبعا وكالعادة المستوى الجامعي هو الأعلى بنسبة بلغت 61.1%، والعليا 13.7%. إذن موضوع نناقش تفاصيله اليوم مع ضيف الحصة الدكتور أسامة محمد بلاغة، مدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي ببلدية سوق الجمعة. دكتور مساء الخير ومرحبا بك معنا في اقتصاد بلس. السلام عليكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بك. إذن كما كنت تستمع دكتور، اليوم نتحدث عن ما مدى ثقة المواطن الليبي في جودة المنتجات الغذائية في السوق الليبي. وجدنا أن الغالبية وبنسبة 67% ليس لديهم ثقة في المنتج الليبي في الأسواق. طبعا نحن في برنامج اقتصاد بلاس نتابع بصفة يومية مجهودات السلطات ومجهودات الرقابة فيما يتعلق بالمخالفات، ونجد أنه بصفة يومية أيضا تقريبا هناك مخالفات بالجملة لدى الباعة فيما يتعلق بالأسعار، وخاصة بالجودة. هناك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك تباع يوميا للمستهلك، وانعكس ذلك في استطلاع الرأي هذا. يعني كيف تفسر هذا دكتور؟ اليوم نعلم أن هناك قرارات ردعية، ولكن المخالفون متواجدون ويقومون بهذه الممارسات بصفة يومية، لماذا برأيك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. من وجهة نظري طبعا السيرفي هذا أو الاستطلاع فيه شوية مبالغة، لأن نسبة 67 شوية أعتقد مرتفعة،
حيث ان ما نشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يؤدي لهذه النتيجه، يعني بيكون فيه مؤثر على نتيجه الاحصاء، لان نشوفه دائما صح في مخالفات ويتم نشرها، فممكن تكون هذه احيانا تكون فرديه يعني، ولكن راح تاثر بطريقه هي تطلع لنا نسبه عاليه. ايضا خلينا نكون واقعيين شويه، هنا توجد العديد من المشاكل الصحيه في المنتجات، وهذا امر اكيد يعني موجود في العديد من الدول مش ليبيا بس، الا ان كلمه بجميع انواعها هنا شويه في تعميم او عامه في التعبير. فهل مثلا يعني على سبيل المثال الحليب المعقم اللي هو اليو اتش تي الالترا هاي تمبرتشر، هل هو غير امن للاستهلاك؟ هذا كلام غير دقيق. هل جميع اللحوم الحمراء التي يتم يعني بيعها غير آمنة؟ ولكن يمكن أن يتم التخصيص شوية هنا، مثلا لو قلنا الحليب الخام اللي هو الرو ميلك، هنا ممكن يكون التعبير أدق لوجود مشاكل مضادات الحيوية البكتيريا الممرضة. اللحوم الحمراء لو قلنا هل جميع أو أغلب اللحم المفروم، نعم هنا نقدر نقول غير آمنة، راح تختلف الإجابة هنا والآراء باعتبار وجود مشاكل عديدة في اللحم المفروم من ناحية الغش. نعم أوافقك دكتور، أوافقك الرأي تماما، ولكن هذا الممارسات هذه تؤثر على ثقة المواطن، هذا ما يجعله اليوم يقول أنه ليس لديه ثقة بتاتا يعني في هذه المنتجات. الحقيقة هنا نقدر نقول شيء، يمكن ملاحظة تحسن في أغلب الخدمات المتعلقة بالخدمات الغذائية والالتزام بالاشتراطات الصحية مثلا للعاملين، أماكن الإعداد، المناولة، مع وجود طبعا مشاكل هذا أمر واقع ويحدث زي ما قلنا في أغلب الدول، ولكن لو درنا استطلاع ثاني نقوله هل تلاحظ وجود تحسن في مثلا الأمن الغذائي والخدمات التي تقدم، ممكن هنا راح نحصل نتيجة تكون أفضل، لأن المخالفات هذه التجاوزات راح تكون محدودة وفردية مستقبلا إن شاء الله، وهذا اللي نسعوا له إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا دكتور أردت التواصل معك بصفتك عضو يعني في منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، ما هي الإجراءات التي تقومون بها في المنظمة فعليا لحماية المستهلك خاصة خلال شهر رمضان؟ الحقيقة بصفتي نعم عضو في منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، لدينا العديد من الأنشطة، منها إقامة الورش والندوات والتوعية المجتمعية في مجال طبعا حماية المستهلك، التواصل مع الجهات الحكومية، طبعا منظمة الرقيب هي منظمة مجتمع مدني ولكن لها تواصل مع مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام وللحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. على كل دكتور نثمن مجهوداتكم التي تقومون بها خاصة خلال شهر رمضان لحماية المستهلك، ونعدك أيضا بأن نقوم باستطلاع رأي الذي اقترحته. شكرا لك الدكتور أسامة، شكرا على حضورك معنا في برنامج اقتصاد بلاس. إذا ختاما مشاهدينا الكرام، إذا أردتم المشاركة في الاستطلاعات طبعا التي تجريها منصة رأيك، يمكنكم تنزيل التطبيق والمشاركة في استطلاعات الرأي والتعبير عن رأيكم في مختلف المواضيع. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، أتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.